بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الأحبة، وحان جعلينا ندن حصوصيه إنا كميتين دوني ذاتك وغنسا، لكن نعمة مركا أركي ويده ومركا يقدر أنتهي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكوت المامية أو إنا بري اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلهي وحوينا بري إنا نويدي سنه شتك قمّن أو أه شتكي كوي أنعمي أها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كوي تتكا إلهي كدورتي آدمها هرموت كودا أها شتكو دي بينو حينا وحا إلهي كتابك ينوغت الماما يا دين تتنين ايتين نعمو أدوين. تصالحان في سورة النحل وعلماء ذا يكوت المامان سورة النعم سورة الله سبحانه وتعالى قلده ينسيه وكش يغنيه إلهي وحقو بلا بيا نعمو ينتربا ضيوها الرئيسه نعمة الوحي ويكو حكته إنو عرك يدلك يوحدن سقو أبوري ويكو حكته إنو بن آدم كابوري ويكو حكتين حولين أبوري ويكو حكتو دماريه فرديه وحلا فولين الله ينو سميهي ويكو حكتو عركين روب إلهي كاكينو ويكو حكتو يونيفرس كاما كون كان سيدو ديسان يوردن بدا وحو النعمة ديغي وحاصو النمعا انت إلهي تريه تريه أيوح لي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلهي وحط المامية الله وح أبوري يمي سمين كان وحبا أبورني هدا إلهي نعمة سترسان مكو بيسان با إلهي إليه إلهينا وغفور الرحيم. آيات كانان دول مريا مدقود ككت المامي وحانو قدن ليه نمعوين كا إلهي مركو ترين يي وحوقوه الرئيسي هو الذي ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إلهي سبحانه وتعالى إن ملائك سودتشي وحي وسودي بي سدتك يقدقان وحي علماء إلادان نعمة أردن وحلوه الرئيسيين نعمة الإسلام دينتو إن نعمتها دوانك إلهي قرآن قلت المام يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يضع عرفة سودكتي وما لن تأوين مسلمين تيسوي مادان سودكتي وما لن تبعا سودكتي يا إلهي وحلي ما أنت وحن دين لما يستري دين كيني أكملت لكم دينكم ويدين لما يستري وحكالو يدين لما يستري با إلهي لأي النعمة ضيدي والدين كانها وحكالو الرالي دين كان نقضي با إلهي لأي السلام نمدو إني دين دين نقطه. أيها الأحبة، نعمة أنت اللي انتين دريمين واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيدكم به وحا حستان با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي النعمة دي سي يوحا ويدين سودتي يي الكتاب يا حكمة دا. إلهي مركو مسلمين توقلت شيغني وحلي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. إلهي وحو غمنا شيغني وحا وقلت دي سوغوط ومسلمين تسيه كت المامية إن إلهي الرسول كصود حساري انتين النعمة دارين سنه سوحي نسوحي سنادات فقراء ومحباهي سنين ودنيدو كل عق بدنتهي وكحول بدنتهي وكدار بدنتهي دارهن يوحان أركي سانو دمي و... واتقيان دنيدن نينو أرقنا ويبابا إيسا وحصوها ريا وقفوا ايدان تتيق الرسمي قولي يي حباشة مركات قشع دين كويدين ما يسمى حد حولك تيمي يا محد دار الله هاي أيضا تتيقا قال لك ويدين يا وحويان
من ربك ومن نبيك وما دينك بالقويدينية إسلام نمذا دي بالقويدينية سيدة أوجد أي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحكبر يي إن دينتي سلبك قدعين ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا إلى وأن بلاينا قدعين دينتي يده وحيلهي القرآن ككت المام يدتك راسخين تاها والراسخون في العلم إلهي وحكت المام يبريده دون يهيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي يو قلبي يضا يدا هواعني أنت ندين تفهمني كذب يعني وأن معدي هو ينادى يهستين بإلهي وحي ويدي سنة إن ربي أصغه وأن معوقف وحوال بسيسته قرآن كمثلا قصص ككوكرا وحكم إذا هدان تلمامة إلهي وحو تلمامة يا فرعون وقوقيو كبري وسيو موسى يا نبي هارون وشبيو ساوروريي اقونيهان كيسي واركيي علمي السحر كيني دمايين اقونيهان كاسي مركي فرعون للسعودين وحيكويدها إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين وح أجر ملانا يهدانو كبض إن أنك كان هابو يدا مقربين تاكميتي يعني بغر كادوني دوردان شيغان يالي ملك مصر يوحي دوردان أنا إسكالي أيوحو لا يددك مقربين تايدا أبا كبيريسا لقال يوحا كفكرين وهليسان لكن مركو حق وعد هذا حقا وحي سيستين لقال الدائي نفتود وانا دين لين بكو يدي مركا يدهدان إلهي من رومين وحي يقول جواب فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا واحد سمين كرت السماء بيدها واحد سمين ساه وين ندشون صماها نعمة تنوين إذا مركا يدريمين وحي أقولادان إنه النفط سيستان نفط حتى هدي كبحي سيناني مرنبا نعمة سي إنه كفر هذا كانوا أنا كدقاقين إلهي القرآن كقصص كوكوت المامي وحكم إذا قصة دي أصحاب الكهف نمان دلن يرى وبغرد الدشو دي أما طبقات السراء كد الشي أو إسلامي أو دبتنا اللي قلت بي إسلام نمدو دي أو كد دورتي قصورتي لغن نولا إنه قدك نولا دان من القصر إلى الكهف waxay doorteen inay boqorada iyo dhulka ay degan yiin iyo naxmadan adduunyo waxaan oo dhan inay ka tanaasulaan wayo waxay rabaan naxmada iimaanka iyo islaamku inay u hadho sida awgeed bay waxay doorteen inay nolol god lagu nooliyay galaan god inay nolol weydiyaan ama ay galaan waxa ilaahay quraanka kaga waramaya qisada ashaabi al-khudud dadan oo la xaqay oo loo laayay diinta ma ka noqonaysan oo ma yiri dadkii diinta fahamsana ee garanayay naxmadan intay leegtay waxay ahaayeen dadkii sida ugu mintiday hadii aad hayso ama aad soo hesho diamond ka waqtigaani soomaa almas maadan tan yara qaaliga هذا دائما صاحه شو حقات ديجي لهيد قريقة فردقة مسكة ديجي لهيد مسه واحد جاين لهيد ماشي وقصه في سنة يكون نبات قليس حلقة يابي لها حتى قصنة ده قريقة كوتها الله إنا نتكو آمنتين هات صدر لهيد أرمى الله دعاه dabatan bangiga iyo meelaha xooga loo ilaaliyo inad geysataba suurtagal ahay waayo waxan baad qiimihiisa taqaana diamond kaad qiimaha taqaana sida ogeed mar rabtid inaad dayacdid dadkii diinta qiimaha yaqaanaysa ay u ilaashanayeen oo naf iyo wax walba u siisanayeen haddaad si garan weydo diamond ka hadii lagu dhibaad quraarad yar uun moodo crystal yar cadaad moodo dee waxa laga yaabaa inaad ama tuuri lahayd ama meelaha iska dhigi lahayd waayo waxaanad aqoonin waxaan inuu diamond yahay laakiin marka lagu yiraahdo waa diamond baad kugu soo degi lahayd ilaalintiisa waxaan uga dan leeyahay waxa dadka agtooda qiimaha ku leh
بنادمك هو إلالية نفيا مالبو قلية سكستو حجين كرو حجية نلقم باتي مادين دادي نكبضا ديمك على حيستا انتبه إنو إلالين النادين تين انتبه إنو في جيغني انتبه أطربتا إلمها قوينو إسلام نما كودنتو سوماليد واحد كيف فكرتها عرورتي يوحا كان دقالة وسميه قرية ودس ودن كان يجوكتان كوا وقوت مادين وضيادي هوري قرية وقتاقين ساكا لا يقولها قار قرية لوقتاقين ليشيغ يوحا ليدي مالنتينا ويسي حدان هبين كينا ويقيل أنا مو يسوي شيء ده بالليل ده بيتنا وحقا يرو كرو أي قرية كقاطان هدو سيقف كاسي كتاقي لها قف إيمان يدين لي ولو أنو قرية وقتاقين وحوكسن لها ilmaha inaad guri uga tagto waxa ka qiimo badan inaad diin uga tagto inaad dhaqaale u sameeyso waxa uga qiimo badan inaad saga qof ka dhigto jira oo nool oo muslima haddu qof muslima noqdo oo naftiisa ku kalsoon meel uu saxdiyo wuxuu cunay isaga raadacsanaya adiga xilka ku saarani kama xilka ku saarani wax weeyaan fala tamutunna illa wa antum muslimun ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamaya نبي إبراهيم أو دردار ما يعرورتي سي إسلام نمو نبي يعقوب ومركو غيريون يو ياري وكويد محا عبد ساناني قد دبضي ويو شاقين إله هذا دو عبد سي أبا يا شاب إله عبد ينبانو هاي سانينا أنبياء دو دردار كي كتك يموحوها إسلام نمو كودينتا مو أورانين warxoolaha maxaa ka yeelaysaan reerka saa u maamulaysaan daarihii sidaa odhan doontaan reerka ma ururin doontaan baabka uma bilaabin qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay inuu diinka warramay haddaba hadday diintu agteenna qiimo ku leedahayna waxay noqonaysaa mid aynu ilaalino mid aynu naf iyo maalba dul dhigno mid aynu dawru lcibaada meelahaynu ku cibaadaysanayna inagu lacagteenna gelino dhisno madaaristeenna inagu dhisanno nolosheenna ay ka mid noqoto aynu u fakarno haddiise diintu aanay qiimo lahayn waxay noqonaysaa si gaalku kuu qaado intaad meelahooda tagto inaad dafarada usii xirxirato tila anigu diin shaqo kuma lihiye waxaan rabaa in yurub lay geeyo baabkaasi shaqo kuma lihiye way iyadaa kuugu qiimo yar iyadaa kuugu liidata galabta culamada idin wacdii doonta laakiin anigu waxaan idin xasuusinaya oo keliya inaydan fuqaro ahayn ee wixii dunida ugu qaalisanaa inay agtiina yaallo saxaabadii markii ay dunida ku faafeen Persia markii dagaaladu ka socdeen xarbi alqaadisiya 30,000 oo muslimiina baa dagaal ku jiray iyo dad 200,000 ku dhadhow oo gaala ah dabeetana markii dambu ninkii gaalka ahaa meesha joogay wuxuu yidhi bal iigu yeedha nimankani waxay doonayaan saddex nin buu kolba mid yidhi halay soo diro waa loo diray wuxuu u weydiinayaa uu leeyahay war nimay haddii meeshiinii dhulkiina waa anagoo waa iska saxaariya meel qaraxee aan xoolo idin siiya noqda xaggiinii ku laabta wuxuu weydiiyey maxaa idin soo bixiyay dhulkiinii idinka keenay dee wuxuu isleeyahay waxay odhan doonaan xoolaanu doonaynaayo waa meel abaar aanu ka nimi waxay ugu jawaabeen ilaahay baana soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saaro addoonsigays addoonsadaan waanu u saarnay ilaa cibaadati illaahi waxda ilaahay inay addoomo u noqdaan cidhiidhiga adduun inaanu ka saarno ballaca aakhira u saarro diimaha kale cadaalad xumadooda inaanu ka kaxayno diinta islaam geyno idan waxay leeyihiin wixii ugu weynaa baanu haynaa nimanka caynkaa leh iyagoo dhowr bilood dagaal ku soo jiray ayuu ninkani wuxuu rabay inuu hankooda jabiyo dabeetana karbadka cas baa la dhigay sariirtii boqorkana waa loo dhigay nin ka midaa soo socdayo wuxuu la soo dulmaray faraskiisii yaraa iyo gaabnaa meesha korkeedii dabeetana barkin barkimooyinku meesha dhigay oo xadhiga ugu xidhay faraska wuu soo dhaqaaqo waxay yidhaahdeen hubka boqorka loolama tago idinka ii yeedhay buu yidhi hadday idan rabin waan iska noqon doonaa yacnii kaana yactazu binafsi inuu isagu muslimiyey
أستاذ العالمين ويهي وحيي وقدم بيسا ماذا كيمي إنو السيدو أيو يسو أركي ما واركي بغر كان يقد فديسة عصعصي وحقي ما إنا إليه ضي صدح ذا ننم كامي دينا وسيدو سو سعدي أيو ده بغر كهورتي سألا فرستا أيو لغا هدلا سررت بغر كدين عيدا كالو سنفولا مرغا سألا غبغبط الله صوت هوري سليمان مودة إنين أضوما يسوتينا وحن دين مودة يدات سيمان ودى الدين هستا أين بدنا ربي يشجر يا بدنا دول خلاص يجيو من مودين إذن وحي أركي إن دت كاسي دين توينا يتهاي وحي وقال السنايو يجو ستان لكن حول ما يودنين وحب ما يودنين وحفلا يا ابن جرير الطبري وحت الماما مدائن مالنت فرتين مسلمين تمر كي مدائن فرتين عاصمة دمشق وحيا به اللي هلاي وحكم دها خبز ير أصير خفيف اللو سميي دبتنا مناديل بي مودن رقا بركا مديو فرح اسكا مريان بالليدي يعني حضارة هالقاسي كتشوغين إن اي فرح اسكا مريان عنا وحلوغو طلق علي لكن هادنا وحيا هاي انتدك الرميسان وحي يجي ودن بي اي الهي حقي سكي مدين اي حنبار سي انا كمركا ورده يدو وحي تهي والفقرة متهيدين فقرة متهيدين دين دي ربا آمن سنتينو سيدان دادك اوتما دين با فقراء او دين لا دادك اوتما دين با عيدة وان وحبا هاي سنين دادك اوتما دين با آخر موك ادن كونا حبئنا او دين تينو يي حماننا الى شادا او قرطة وحيوكو قالي سنعينا هاي ستان ديدتك ري قرسي حلبا ادن كساراني وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.